شوفي لك واحد عايش بره وكوتش. لا 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 لا، هي دي خطه؟ دي اخلاق بنت البلد؟ احنا اتفقنا على كده بقالنا كام شهر شغالين مع بعض؟ وعمالين نشتم في الرجاله ونقول الرجاله بيستغلوا النسوان عشان يسافروا، في الاخر الاقي بنت بلدي عايزه تلبس في اي جوازه وخلاص عشان تسافر؟ تبيعي نفسك؟ لا، ما انا بتجوز. What's the difference? Sorry, it's really harsh. انا عارفه انا اسفه، ولكن ايه الفرق؟ انا عايزه مصلحه معينه، يبقى انت كده لحد ما بتبيعي نفسك. بلاش سيبك من بيع نفسك، خلينا نشوف الواقع اللي بعد الشهر ممكن تتصدمي فيه. هنا زي ما قلت لك قبل كده، الراجل ممكن يتبهدل ويتجوز واحده تطلع راجل في الاخر، ولا يخش البيت يلاقيها بتخونه، ولا يتسجن يومين ثلاثه، ولا مهما حصل له في الاخر راجل المفروض هيستحمل، صح؟ انت ما تعتقديش هتستحملي الحاجات دي كلها. حاجه كمان، لما بتيجي بتسيبي ظهرك في بلدك، ها؟ حتى لو ظهرك فقير ومعهوش فلوس، ابوكي بيت ابوكي هيفضل طول عمره لو اتجوزتي مين؟ ظهر. غير بقى لو لقينا ناس زي الرسول عليه الصلاه والسلام دي، يعني جود لك، عشان كده انا متحسره على 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 حسيه الله يرحمه. ما علينا، الانكونديشنال لاف، الأسرة اللي هتبقى ساترة عليكي وحمياكي وبتدللك على قد حالها. بعد الشر اللي شفته بقى، اللي بتيجي بتلاقي واحد اوريدي متجوز وعنده عيال، هو ده اللي موجود. اللي بتلاقي للأسف شاذ، حصلت له تجربة غريبة وبقى شاذ، ولكن عايز يبقى اسمه متجوز قدام أهل. بصي، في كل حاجة الحمد لله. اللي قعدك انت بتاعت البيت، انا نازل مصر عشان خاطر انقي واحدة كده على الفرازة، امي تجيبها لي وتروح تلف وتشرب كوباية القهوة عشان تبقى واحدة في البيت، ولما اخرج واسكر واشرب وكده يبقى انا مع النسوان بتوعي عادي، مفيش دعوة، واتعاملي بهذا الامر الواقع. وطبعا الفلوس كلها من خلاله، والورق بوقته، كان دي قاعده متايده، مش هتعرفي تعملي اي حاجه، زعلانه متضايقه مش عارفه، مفيش لا اب ولا ام ولا اخت ولا حد ولا تت يقدر يداويكي ولا يشوفك ولا اي حاجه. حتى الصحاب امريكا صدقيني احنا كلنا بيزي، يعني كل واحد عنده شغل من الصبح والليل، وفي الويك اند يا دوب بينام ولا بيغسل هدوم، مش هتعرفي تلاقي حد. عشان في بدايه الكلام دخلتي على طمع، عايزه تسافري وتهجي. لو هو عايش بره وبتحبيه ومناسب واتفقتوا في كل حاجه اهلا وسهلا، مفيهاش مشكله، لكن لو ده الغرض الوحيد خلي بالك يا بنتي. وبعدين معرفش بتفرق ولا لا، بس دي حاجه بترعبني انا شخصيا، لما بنوته وبعدين تبقى واحده ست يعني خلاص في فرق ما بين بنت وست، يعني هترجعي لهم حتى لو مطلقه في مصر اديكي مع اهلك، لكن هنا صدقيني it's really 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 hard and harsh. بتضطر البنت يعني ممكن تروح تشتغل حاجات حرام، ولا تشتغل في خمره، ولا تشتغل في بار، ولا تشتغل حاجات عمرها في حياتها في مصر ما عملتها، والحياه بتتغير. البنوته الحلوه المدلعه في مصر اللي كان كل همومها عريس بتبقى دلوقتي ربنا يستر عليها. It's not that easy. خلي بالك قبل ما تيجي تنقي حد من بره دي، وفكره بره دي سيبيها للرجاله، ماشي خلاص هما دايسين الرجاله وبيتبهدلوا وبيتصلوا بينا بيعيطوا بالدموع، لكن انت مش هتستحملي. بلاش جواز الطمع ده، صدقوني بلاش جواز المصالح، اوسخ حاجه ممكن تعملها. Alright؟ اوسخ. Alright؟ سلام.